انت بتسرق امك. عايز فلوس. باع البيت عشان ياخد فلوس عشان يشرب مخدرات. فكره انه ضروري هيجي يوم عليه ويبطل دي ده اذا عاش. وسندوه كان بيموت فعلا من الشمه دي، الاذى اذى في الشمه دي. المدمن دي بيبقى شخصيه ليها سمات معينه. انت ما يشرفنيش ان انت تكون ابني. يدي ولادنا حصانه ومناعه عشان ما يقعوش في الخيه. اه مفيش ابدع من كده. قولي لي بقى احنا كنا اتفقنا على كام؟ 20 جنيه عشان خاطر بس كده. لوح اللي كانت موجوده في فيلم سيره القصر الى الان موجوده. بيعرف مصر اكتر من مصريين. وجدت انه في امور يعني من المستحيل انها تنشر في الوقت الراهن. وفعلا خضعت لاختبار الناشئين في الاهلي. يعني بيني وبين نفسي قلت تعبك ما راح حدا. السفير السعودي متحيز للنادي الاهلي، متحيز. فاحنا فاكرين بقى متحيز على كبر، طلع انه متحيز من زمان.